أقول للسيد النقيب مبروك ولمجلسك المعظم، لأن إحنا كنا في حالة، ولما سمعت إن الدعوة اتحجزت للحكم أنتابني شيء غريب، قعدت على حيلي ما قمتش. الشيء الآخر حقيقة يعني سيادة النقيب كان حصيفا في إدارة الأزمة، والترتيبات اللي حصلت قد يكون حصلت 50% اتنفذ، والخمسين الأخرى لم تنفذ، ولكن ربنا أكرمنا بدعائنا، إني ربنا أكرمنا وأكرم المحامين عامة. الشيء الأخير اللي عايز أقوله لسيادتك، وأنا يعني مش عارف هذا اللفظ حيطلع مني إذا كان سليم ولا غير سليم، ولكن أعذرني إذا كان فيه غضاضة. أنا بحذر سيادة النقيب، كل المحامين معك وبيك، ولا فرق بين محامي وآخر، والمستقبل القريب بيؤكد على أنك أنت كل الناس معاك، ما فيش مجموعة معاك دون الأخرى، ولعل الكلام يكون معروف ولي هدف معين. أنت نقيبنا جميعا، القاصي والداني، لكن ما فيش أما من يلتفوا لمصلحة مع النقيب، لا، النقيب نقيب الجميع، نقيب الجميع، لا فرق بين هذا وذاك. وشكرا يا رئيس.